انا اتفهم ردود الفعل ديال المغاربه فعلا. هذه القضيه ديال ساعه زيده ساعه ناقصه، نمشيو نقولوا بان نزيدوا الساعه نقصوا في الساعه، وفي الاخر اطفال صغار خاصهم يمشيو يعني كيلومترات ربما في غسق الليل، شيء فعلا صعيب. ولكن اؤكد بان الحكومه لما بغات توقيع على الساعه زيده غدير مجموعه من الاجراءات المواكبه، ومن ذلك انه حيثما كان يجب الاطفال اللي كيدخلوا في الثامنه غادي يعاودوا يدخلوا في التاسعه، معناه كاننا ابقينا على الساعه كما كانت. وهذا غادي يكون ايضا بعض القطاعات اللي الامر يتطلب فيها مقاربه خاصه. اذا راه مع الساعه الزائده غتكون يعني اجراءات اللي غادي تحد من الاشكالات اللي كيشتكيو منها المواطن ولا تمنى ذلك. سمح السيد الوزير، هذه الاجراءات اللي تحدثت عليها خصوصا في التعليم ما يمكنش لنا نطبقوها على جميع المؤسسات، يمكننا نطبقوها على مؤسسه التعليم الخاصه بالمغرب. ماذا عن البعثات الاجنبيه؟ فما يمكنش مثلا انها لانها كتخدم مع البلاد ديالها، نعطيو مثال فقط بالبعثات الاسبانيه انها هي كتبرمج الدخول المدرسي على حسب اسبانيا، التاسعه باسبانيا الثامنه بالمغرب. اللي غادي نقول لك وهو انه من الصعب علي الان ان اجيب على كافه الاسئله المرتبطه ب يعني التطبيقات اللي هي عندها علاقه ببعض المؤسسات، ولكن اؤكد لك ان القرار هو انه حيثما كاين هناك مشكل مرتبط بهذه الساعه الزائده ينبغي حله، ما كيهم لا بعثه ولا غير بعثه، الجميع. هذا هو القرار المتخذ. واش ممكنش سيدي الوزير الحكومه تتفاعل مع ردود افعال ديال الشعب، لان الشعب كامل رفض اليوم وبان داكشي في مواقع التواصل الاجتماعي؟ غير بغيت نقول لك الشعب ماشي هو مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما يروج في التواصل الاجتماعي ينبغي اخذه بعين الاعتبار، صحيح. ولكن بعد ما الحكومه تدير يعني هاد التنزيل المرن للساعه الزائده، نشوفوا ديك الساعه كيفاش غيتعامل يعني المواطنون حتى اللي هما محترمين جدا داخل وسائل التواصل الاجتماعي، واللي اكيد صوتهم خاصو يستمع، ولكن بعد ما يبقاوش امام راه زيد الساعه فقط، لا زيد الساعه مع اجراءات مواكبه اللي خاصها تبان ديك الساعه نحكموا عليها.